أهلا وسهلا يا أصحابي، أنا ليلو. النهاردة 5/2 والساعة دلوقتي 10:15 وبيتلعب ماتش بوركينا فاسو والكاميرون 3-0 على قناة الجزيرة الأرضية. كل اللي عايز يتفرج على القناة ويقدر يفتحها ازاي تابعوني بالفيديو، هتعرفوا تتفرجوا على القناة بكل سهولة، وهقول لكم على كلمة السر عشان تتفرجوا على ماتش مصر بكرة، ماتش مصر والسنغال، ماتش النهائي ببلاش وانت قاعد في البيت من غير ما تنزل حتى ولا تجيب اي حد يعمل لك حاجة وتدفع فلوس قد كده. تابعوني انا ليلو. قائمة الترددات والديف التردد 11682 2750. عليك انك تنزل تردد القناة، هتنزل لك بالشكل ده، شايفين يا اصحابي هتنزل لك بالشكل ده. اول ما هتشغلها مش هتشتغل زي ما بيحصل مع كل الناس، فهنعمل ايه؟ حركة بسيطة قوي، ركز عند الريسيفر وقوم دايس كلمة اوكي مع كلمة زيرو. اول ما تدوس كلمة اوكي مع كلمة زيرو هيظهر لك اللوحة دي، لوحة ال HEX. اللوحة دي تكتب فيها الرقم ده 11 4 0 11 8 0 11، يا اما 11 زي ما انت كده خدها سكرين شوت 11 4 0 11 6 0 11. ادي الرقم. اول ما هتدوس تأكيد باللون الازرق فتحت معاك القناة المشفرة، اهي قناة مشفرة وفاتحة، اهي شايفين اهي مشفرة وفاتحة اهي. يلا كله بسرعة يبعتها لكله عشان يتفرجوا بكرة على ماتش مصر والسنغال النهائي. اهو الساعة دلوقتي 11 الا 10، اهو والماتش شغال اهو مباشر، اهو شغال مباشر، اهو وهوريكم الدقيقة كام دلوقتي. اهو دلوقتي في اصابة اهو دلوقتي، حتى هوريكم الدقيقة كام بالظبط. تمام، اهو انا مستني لغاية لما يقول لكم الدقيقة كام. ايوه طبعا نقول المنتخب، اهو انا مستني اهو لغاية دلوقتي اهو اطلع لكم لايف اهو. ايوه شايفيني اهو انا جنب التلفزيون اهو. انا ليلو، انا ليلو مستني اهو دلوقتي اهو لغايه لما اقول لكم الدقيقه كام بالظبط اهو مباشر. الدقيقه الساعه 11 الا 10، وادي صوره ليلو وهي في الساعه اهي عشان ما اكونش بضحك عليكم. استني بس تطلع بسرعه على الشاشه عشان نبقى لايف معاكم وكل الناس تعرف توقيت الفيديو وكمان تجيب القناه وتفتح على طول. هندوس اوكي اهو، لو مش فاتحه بعدين هندوس زيرو، رقم زيرو يفتح لك القايمه دي. القايمه دي فيها الرقم ده، الرقم ده اكتبوه بالظبط كده وبعدين تدوسوا تاكيد، تدوسوا على الازرق هتفتح معاكم القناه على طول ببلاش من غير اي حاجه. انا كل دوت مستني ان يجي الرقم الوقت على الشاشه عشان اوريكم احنا في الدقيقه كام بالظبط. في تبديل اهو دلوقتي، قناه الجزيره الارضيه مباشر. هو مش عايز يجيب البتاع ليه؟ مش عايز يجيب الاول، لسه ما جابش برضو التايم وفاضل قد ايه في الوقت عشان نبقى برضو ايه صادقين معاكم وعارفين ان احنا بنتكلم صح مش بنقول الكلام وخلاص. اصل في طرق كتير بتيجي على النت ومش صحيحه. ادى 4 دقايق وقت بدل ضايع اهو، انا مباشر معاكم اهو دلوقتي اهو مباشر. 3-3 مع اهو 3-3 الكاميرون وبوركينا اهو اهو الدقيقه 90 3-3 ماتش نار. يلا كله بقى يبعت لاصحابه ويقول له بسرعه على الطريقه السحريه من ليلو. باي باي. عشان تشوفوا كل فيديوهات ليلو بسرعة اعملوا لايك للفيديو وكمان اشتراك على القناة، وكل اصحابي فعلوا الجرس. انا ليلو.